نحن نبدأ الاقتراع من يوم 2 إلى يوم 2 سبتمبر إلى يوم 7 سبتمبر من نفس السنة. عندنا مكاتب 7: المركز بقنصلية الجزائر، مكتب رقم 1 قنصلية الجزائر بأليكانتي، المكتب رقم 2 فالنسيا، المكتب رقم 3 مورسيا، المكتب رقم 4 إشبيليا، المكتب رقم 5 الميريا، المكتب رقم 6 مالاغا، والمكتب رقم 7 كاستيون. عدد الناخبين الإجمالي عندنا 10,070 ناخب. أكثر نسبة متواجدة في أليكانت، ويبلغ العدد تاع أليكانت، عدد الناخبين في أليكانت 3,873. أما في فالنسيا عدد الناخبين 2,555 ناخب. اليوم الأخير هو اليوم الأحد، غدا عندنا موعد الافتتاح مكتبين، المكتب المتواجد بالقنصلية الجزائرية ومكتب المتواجد بفالنسيا، والمكاتب الأخرى تفتح اليوم الثالث من هذا الشهر.